كل من يقرأ تاريخي يتعجب كيف يأتي المغول ويهزمون أمة وهم يكونون يحملون فكرا وديانة أخرى ثم يدينون بدين هؤلاء المهزومين. إيش السر هنا؟ نعم، وليس المغول فقط، انتبه، ليس المغول فقط، بل يعني الأقوام الذين فتحهم المسلمون دخلوا في دين المسلمين، وهذا استثناء تاريخي كما يقول أرنولد توينبي في كتابه مختصر دراسة التاريخ. أرنولد توينبي كتابه المشهور مختصر دراسة التاريخ بيقول فيه أنه أنا تتبعت تاريخ الأمة فوجدت أن الغزاة لا يستقرون، إما أن الغزاة يدخلوا في دين المغلوبين بعد فترة طويلة تطول أو تقصر، أو أنهم يطردوا. إلا المسلمين، هذا استثناء تاريخي، فلقد وجدنا أن المسلمين لما فتحوا هذه البلاد دخل الناس في دينهم ولم يضطرهم أن يعني يخلطوا أو يمزجوا دينهم بأديان الأقوام السابقين. العكس لما حصل، وهي مسألة الغلبة، ابن خلدون لما يتكلم من المغلوب مولع بتقليد الغالب، هنا وجدنا في المغول ووجدنا في النورمان الذين طردوا المسلمين من صقلية، وجدنا في الإسبان الذين طردوا المسلمين من الأندلس، بس في المراحل الأولى. المراحل الأولى كان الانحصار الأندلس يساوي تأثر القشتاليين بالفن الإسلامي والزخرفة الإسلامية وترجموا كتب المسلمين. لكن في لحظة الانهيار الأخير بعد سقوط غرناطة كان هناك غلبة للكاثوليكية المسيحية والتعصب المسيحي، فبدأت محاكم التفتيش. لكن الأقوام الذين قهروا المسلمين، سواء الصليبيين في الشام أو الصقليين في صقلية النورمان أو المغول، دخلوا في دين المسلمين وأنتجوا فيما بعدهم حضارة إسلامية بشكل مختلف. فيعني قوة الفكرة الإسلامية، وهذا الدليل الذي كنت سأصل إليه وأنا أحكي لك، أن المجتمع الإسلامي ظل ناهضا حتى لو السلطة ضعفت، لأن مساحة السلطة وصلاحيات السلطة لم تكن شاملة ومهيمنة على المجتمع، ولأجل هذا ظل المجتمع وظلت حضارته حتى لما انهارت السلطة. أما الآن، أما في عصرنا هذا، حين السلطة استبدت بكل شيء ويعني أخذت من المجتمع كل المساحات، فسقوط الجيش الرسمي يساوي سقوط المقاومة وسقوط البلد. السيطرة على وزارة التعليم تستطيع بها أن تدخل الأفكار المستنكرة. يعني أنتم عندكم في السعودية الآن موجة التطبيع هائلة، شيء لم يكن يتخيل أن يسمع في يعني قبل 5-6 سنوات. يعني أنت كنت تتخيل يخرج صحفي يقول لك العتبة يا نتنياهو حتى ترضى؟ هذه كلمة لم تقل إلا لله، قالها رسول الله لك العتبة حتى ترضى. كيف واحد يطلع يقول لك العتبة يا نتنياهو حتى ترضى؟